السلام عليكم سيدتي الجميلة، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، ان شاء الله تكوني دائما بخير وعلى خير. سيدتي اليوم جيتك واخا كنغبر عليك كنتفكر، علاش؟ لان التجاعيد، انا القناة ديالي خاصة بالتجاعيد وخاصة بمشاكل البشرة كلها في الحقيقة، غير هي كنكثر من التجاعيد لان الناس بزاف كيبغيو الماسكات للتجاعيد. سيدتي هاد الماسك اللي غادي نعطيك كذلك ضد التجاعيد، كل وحدة والبشرة ديالها، كل وحدة الماسك اللي كيجي معاها، ولكن واحد الملحوظة هو انه الناس، كاين شي بعض المتتبعات دخلوا عندي الانستغرام قالوا لي راه الوجه ديالنا واخا كنديروا الماسكات راه كيبان شوية، ولكن من بعد ما كيبقاوش يعطيونا مفعول. كنقول لك سيداتي راه حتى الغسيل ديال الوجه، كيفاش كتغسلي الوجه ديالك، راه عنده دور مهم 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 بزاف في اظهار التجاعيد. علاش؟ لان كاينه اللي كتغسل وجهها اكثر، هي ماشي غير كاينه، الاكثريه النساء كنغسلوا الوجه ديالنا بغلط، دائما كنغسلوا كنبقاو هكا، كنبقاو نديروا هكا. لا سيداتي، كنغسل الوجه ديالي كنضرب بالماء وكندفع، كنضرب بالماء وكندفع، دائما كنتفنن. كنقول لكم تفنني سيدتي في رسم الوجه ديالك، تفنني في رسم الحروف ديال وجهك، يعني بحال ضربت الماء هكذا، هذه غادي ندير لها هكذا، كنعرف فين غادي ندفعها، الخدود كذلك نعرف فين ندفع، يعني ثلاثة ضربات ولا أربعة ضربات ديال الماء، ولكن أنا راه يدي كتخدم، منها كنغسل وجهي ومنها كندير مساج. كتغسلي بالصابون ديالك اللي راكي مولفه كديريه، ماشي الصابون اللي كنغسلو به الوجه، الصابون اللي خاص بالبشره، يعني ما كينشفش شي بشره، خالي من، يعني سون، كاين جل ديال الوجه خالي من الصابون، اللي هو جد رائع للبشره، ما تنساوش انكم تبقاو تستعملوه، كاين في الصيدليه، كاين في البارافارماسي، كاين، لان كينقي لنا البشره ديالنا من الدهون. سيدتي الجميله، اما الصابون لا لا لا، الا بغيتي ديريه كديريه مره في الاسبوع باش يحيد لك دوك الاوساخ ودوك الدهون اللي كتكون عندك في البشره ديالك. سيدتي قلت لك تفنني في الغسل ديال الوجه ديالك، وملي قلت لك كديري داك الجل ديالك حتى هو كتخدميه بشكل دائري، وكتدفعي دائما للفوق بشكل دائري، وكتدفعي للفوق، ومن بعد كتضربي بالماء، واليد ديالك كتخدم دائما للفوق. خدمي الوجه ديالك وتفنني فيه باش ما تلقايش اي مشاكل من بعد سيداتي، لان هذا الشيء كله راه عنده فعاليه، عنده يعني غسلتي وجهك بطريقه صحيحه غتلقاي طريقه صحيحه في الوجه ديالك، غادي يبان لك، يعني ما غاديش يدير لك وجهك تجاعيد مبكره، ما غاديش يبقى وجهك مبهدل، ما غيبقاش ما عندكش ترهلات، يعني الوجه ديالك كتحافظي عليه بيدك، بيدك سيداتي. كيف قلت لك سيداتي، كل شيء بين يديك، يعني راه الجمال ما بين هاد اليدين هادو، الا حافظتي عليه راه غتحافظي عليه لراسك، يعني واخا تزيدي في السن وتكبري وتوصلي لواحد السن اللي هما التجاعيد تيكونوا ضروريين غادي يبانوا في الوجه، انت ما كيبانوش لك، علاش؟ لانك انت حرمتيهم من الاول ديالهم. سيداتي هاد الماسك هذا غادي ديريه بطريقه كذلك صحيحه، اي ماسك عطيتك ديريه بطريقه صحيحه باش كتشوفي نتيجه، ما كتندميش عليها. هادشي اللي كنقول لك سيداتي، كتقولي لي الماسكات ما كيديروش، كنقول لك غسلي وجهك بطريقه صحيحه، حتى الماسكات بطريقه صحيحه، حتى المساج بطريقه صحيحه، كل شيء عندي في القناه، وكل شيء وصلته لك سيداتي باش الجمال ديالك يبقى كيف ما بغيتي نتيا، وكيف ما شتي في المرايه غادي يعجبك الحال. ايوا، وكل شيء بين يديك. كنحتاج هاد المكونات اللي غنحتاج اليوم في المتناول، طبعا دائما حنايا مع المتناول، وكنبحثوا على البساطه باش كاع النساء الجميلات يديروا ماسكات للوجه ديالهم. سيدتي كنحتاج القرعه كورجيت، قرعه كورجيت هيا، يعني راه غنيه عن التعريف، كلشي كيعرفها وكلشي كيعرف انها مهمه، مهمه للبشره، مغذيه، مزيله للتجاعيد. اه سيدتي، مزيله للتجاعيد، كذلك كتعطي نضاره، كتحيد الطبايع اللي في الوجه. القرعه كلها، يا هادي يا الحمراء يا السلاويه، كلهم هادو مزيانين للتجاعيد، رائعين سيدتي. ما لقيتيش هادي ديري القرعه الحمراء، ما لقيتيش القرعه الحمراء ديري القرعه السلاويه، يعني راه كلهم كيف كيف، كيعطيو فعاليه وحده، وكيعطيو جمال البشره ديالتك سيدتي بواحد الطريقه اللي هي مبهره. كتاخدي سيدتي قلت لك القرعه كتحكيها في حكاكه رقيقه،
حكاكة رقيقة سيداتي. كتشدي واحد الكاسرونة كديري فيها نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء، سمعي معايا، نص كاس ديال الماء، وعندي قريعة كتحكيها في الحكاكة الرقيقة كديريها فوق النار، غير بما تبدا الطبخ كتحيديها، كتزيدي عليها ملعقة صغيرة ديال المايزينا اللي هي دقيق الذرة، المايزينا اللي هي دقيق الذرة، كديريها معاها وكديري معاها تتخليها حتى تتبرد، عاد كتزيدي معاها ملعقة كبيرة ديال الياغورت. الياغورت ما خصوش يدار معاها سخونة، حنا ما بغيناش سخون، بغيناه يكون بارد داك الياغورت. تجبديه من الثلاجة وتاخدي ملعقة كبيرة وغادي ديريها في الخليط مع ديك القريعة ومع ديك المايزينا سيداتي. من بعد سيداتي كتحطيها في الوجه ديالك بالطريقة الصحيحة، يعني في الرقبة ديالك غتحطيها، غتحطي في الوجه ديالك، غتحطي في الحنيكات ديالك، في الجبهة ديالك، وغتحطي حتى في دائرة العين، لان التجاعيد اللي عندي في دائرة العين صعيب 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 باش كيتحيدوا، لان عندي هاد البشرة اللي عندي تحت العين رقيقة، وإلا مشاو تثبتوا فيها التجاعيد راه ما كيبغيوش يتحيدوا. من الاحسن نبقاو نديروا المساج للعينين ديالنا، رانا عندي في القناة ديالي سيداتي، غير بحثي عليه وتلقاي يعني وسميتو، وديري الماسكات. كاين الماسك اللي كنقول لكم ديروه في دائره العين، كاين الماسك اللي كنقول لكم ما توصلوش لدائره العين. كل ماسك ولا يش كيصلح سيداتي. هذا الماسك اللي عطيتك راه هاد التجاعيد اللي تيكونوا هنايا راه ما كيبقاوش سيداتي، كيتحيدوا. ولكن كيف ما كنقول لكم، ملي تكوني دايره الماسك خذي قسط من الراحه، ما يمكنش ديري ماسك وتخرجي على وجهك، ما يمكنش. الوجه خصو يكون نظيف ونقي سيداتي، ديريه نقي الوجه ديالك ما فيه حتى شي كريم، تكوني غاسله الوجه ديالك بالماء الدافئ باش المسامات كتكون مفتوحه، وتياخذ الماسك البشره ديالتي كتاخذ الماسك بترحاب، كترحب به وكتاخذو وتاخذ الفوائد ديالو. من بعد سيداتي كندير الماسك الوجه ديالي، قلت لك في الوجه يكون نظيف، وكنخليه واحد تولد ساعة، يعني 20 دقيقة حتى نصف ساعة، ولكن ولا حركة، حيت أي حركة درتيها وانتي دايرة الماسك إلا وكتخرجي على الوجه ديالك كتبهدلي الوجه ديالك سيداتي. راه كنديرو شي حركات حنا ما عارفينش شنو كاين، ولكن راهم يعني صعيبين للبشرة ديالنا، كنخرجوا عليها بيدينا. ندير لوجهي ما نضحكش، لا لا ما نضحكش، ما نديرش حركات تعبيريه بالوجه ديالي. هذيك الوقيته خديتها قسط للراحه عليا، يعني واخا نكون انا كنشقه في الدار ديالي ما ندير حتى شي حاجه بالوجه ديالي، ومن الاحسن نكون في راحه، قسط من الراحه ناخذو، علاش لا، ما نديرش لصحتي ولا راسي والجمال ديالي، علاش لا سيداتي. وما تنساوش بالله هاد القرعه الخضراء بالقشور ديالها، غتغسليها مزيان وتحكيها بالقشور ديالها. سيدتي الجميله ما تنسيش تشجعيني وما تنسيش تبارطاجي مع الناس اللي كتعرفي باش نعطيو اكثر واكثر واحسن للاحسن. السلام عليكم سيدتي الجميله.